الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ومنهم وحاكمت ذاتك ذاتك نو حاكمت ولا بحار كو فير فيري واد كون ويب كسهر جيدانو انتين علمي سكون ببيني قارن وي فير فيري كو فير فيري لبا يوكال بحيا. ومنهم ذاتك وحاكمت أفير فيري من دول يؤمن به كتاب القرآن كرميني حقيقة مركي أغاذين إيه رميني. ومنهم وحاكمت من دول لا يؤمن عن رميني به قرآن كأن رميني ننه مركي حقيقة أغاذين إيه كل هذا المعاية إلى حقيقة وحي كور إيماني سا دنت إيه وعي ربا كل قاشي كل هذا كل ذاتك قارن إنت إن فير فيري بيكود دقدقانو لين مرأة لمركي مغلام وحبابا كمجرة كواس وامر كون وي فير فيريا حقيق ذي أغادة مركي حقيق ذي أغادة حقيق ذي إهو قانسيني قارن مركي حقيق ذي أغادة ني أركان دانه يليين أن يكور إيمانيس هو صيح ربان أن أطو منكرين أي أركان يليين كان دانتا إذا كم سعوداء كل قاسي إسكت لغانو عن رمينين ذاك ساسي أكال بحان. وربك ربي قال نبي محمد أعلم كو أغانش بدنوي بالمفسدين كو وحفسادية إلهي وأغانش بدنوي. وإن كذبوك هديك بينيان فقل له وحق مركا أشكت إيكو بينيان فقل له لي أنا قوة عيسو نادي عملي عملك عملك أنا أسكال هدان توصني هديك لب ولكم إذن كنا عملكم عملكين إذن سوك نادي وحاس ميسيني سن إذن كأسكال هدان توصنتي هدق اللعنتين أنتم إذن كبريئون كبو كبري أباتين مما أعملوا وحان أنا عمل فلايا وات كبرتهين وأنا عمل كبناك سنة إلهي كل جنا نعبده يبحي الجراء واتكبرتي وأنا أنا جون بريء كبري أبانا مما تعملون واحد عمل فليس بري بانك يعني أنا وشرك يبحي الحريرة. ومنهم وحكمته كوي مشركين تها أما ضدك وحكمته من دول يستمعون دقي سنة إليك أدو كدقي سنة قرآن كمرك آخرنا تبي كدقي سنة ويلوحيا كلك حد نكون رومانيا وحكم قاعدنايا محايل أفأنت أذيع النبي محمد تسمع وحمل مقشين كرتا الصم كوب دجهلا وحمل مقشين كرتا ولو كانوا هباء هذين لا يعقلون كون عقل لين هباء هذين وحمل مقشين كرتا نك وح سوق درس دجلي كوده يسون عقل لهي نك سو حمل مقشين كرا وحمل قد عادين كرا كل كواسة داسوي دقم لها وحق أيكو قاتا دقود وحرين حق وكحرين تنكر عقلنا ملها حق أيكو قرتا أفأنت أدقو متى تسمعو كي مغشية الصم كوب دقهلا ولو كانوا هدي أهاذان لا يعقلون كوا عن عقل هدي أهاذان من مغشين كرتا أم ولو كانوا هباء هذين لا يعقلون كوا عن عقل الله نينك هدي دقلي إيه يسوق درسة عقل الآن وحلق مراد عنكر. ومنهم وحكمته كوي مشركين تعم ذاتك بو حكمته من دول ينظر فيرني إليك أدو كصو فيرني مركات قرآن كأخرني تساس وكو فيرني أفأنت أدو متى إنما محمد تهدي كي هنوني العمية كوين لحلا كوين للا مهنوني كرتا مؤرن كريسا جيتك هلك مرو مركا ملبلاي جوكتين مذيك أولا يحو مركا هلك أدماريس قدبا كويا لي إسكجر أدا تراد مكيالي مسعاني تاساس مسعاني سينا قعانتا هاي تدمو يا أفأنت أدوك متى تهدي كي هنوني العمية كوين داهلا كوين داهلا هذا جيت كاد أتلمان جيت هل كان إلا أفقوي آري أميلها آري يا أتلمان الله هل كان مرو مركي سرت ميله بلاي جوبت أجوبت حقا أقول لها هل كان سميد أود باكوتا لها كل عين هل كان سبود باكويا لها اسكجر يا تري كوك كاس أوكلا ما هونين كرتا مايا كل كوان عند ملهاوي ولو كانوا هباء هذين لا يبصرون كوان عقل قد حبكو أركي يعني إن دلئيذ وها أقدرا قلب قد وإن دلئيه وفكادو إن دلئيه لكن قلب قيس إن ده أقابه وثنونين كرتا إمسان نمبا أرقا كما قنتا إن ده لكن قلب قيس وحكا لأرقا يو دين تكوبا ناسو نولا هنونين كرا ويفربدين جي لكن قفكي إن دانا ملها قلب قيس بصيرا ملها تاسع أقول درسنتي يعني هندي هي وأرق ملا قلب جيسنا أرق ملا
aragga indhahana waa ka yimaada qalbigana waa ka yimaada kolka waxa weeye kuwaan aad kula socday kuwaan ku fiirinayay way indhalaa yihiin haddana waxaa ugu darsamay laa yubsiruuna kuwa aan basiiro lahayna qalbigood waxba kala arkeen ina allaha ilaahay laa yadlimu mudlumii annaasa dadka mudlumii shayan shayna ku mudlumii walaakinasu lagu noqoyo annaasa dadka yadlimuuna way dulmiyaan anfusahum iyagaa naftooda dulmiyo ilaahay dadka ma dulmiyo iyagaa naftooda dulmiyo iyagaa dhibaatada isu keena iyagaa wax kas isu soo jiido laakiin shay yar ilaahay kaa dulmin maayo ilaahay khayr baad ka filaysa khayr dadkaas inuu dhibaato u geysto oo isagoo dulmiyay kama suurowdaba in yarna ha ahaatee sharki ilaahay xaggiisa ma aha alkhayru kulluhu biyadayk washaru laysa ilayka nabiga yiri calayhi salaatu wasalaam sharka bani aadamka camalkiisa ku dhalinay maa ilaahay dadka ma dulmiyo wayooma maalin ka sheekay nebi maxamedow yaxshuruhum ilaahay oo kulminaya khalaa'iqdii waa laga soo bixinayaa qubuurtii kolkaasuu meeshii maxsharka isugu keenayaa waa markii labaad uu ilaahay oo noo sheegay markii lasoo saaro ka an lam yalbathuu waab iyagu oona nagaanin adduunkii ama qubuurtii waab iyagoona ku nagaanin ilaa saacatan saacad maaya saacad oo min annahaari maalin ka mid ah marka dadka aakhare lasoo keeno oo meesha yimaadaan oo dib isu fiiriyaan adduunka intay joogeen ama intay qubuurta ku jirtay qubuurta ku jiraan dib hadday isu fiiriyaan waxay la noqonaysaa hal saaco maalin ka mid ah wax ka badanba ma ahayn intay adduunka joogeen hadda 60 sano 70 sano ku gaaray qubuurtan waxaa suurad inuu 100 sano ku jiray laakiin wixii odlog waxay la noqonayaan hal saaco maalin ka mid ah inayna ka badnay maxaa yeelay waxaa saas ka dhigay waxa weeye raaxada aad ku jirto ama ahe waxaa soo martay zebinka ah dhibaato yaroo hal saaco kugu dhacday iyo wixii odlog ku halmaansiina 100 sano haddii lagu raaxay hal saacad dhibaatada kugu dhacday wixii odlog waxba kuluma ah waxaa ka kala arkayaa maalinta qiyaamo dhibaatada taagan iyo waxay arkayaan dhibaatadaasoo aanan meeli ku dhammaato aan lahayn oo isdaba joogto weligeed yay arkayaan kolkaa intii adduunka ay joogeen ama qubuurta ay ku jireen waxay la noqonaysaa hal saaco maalin ka mid ah yay la noqonaysaa yatacaarafuuna way ba isgaranayaan baynahum iyagu dhexdooda wayba isgaranayaan sida niman hadda kala tegi oo kale inay hal saaco kala tahay waxaad ku garanaysaa marka qubuurta laga soo saaro imsaa kunbi kala maqnaaya imsaa 100 sano kala maqnaaya markii meesha lasoo saaro wayba isgaranaya warkan ma hebel baa hay warkan waa hebel wayba isgaranaya waxaad mooddaa inay goor dhuweed kala tageen yaad mooddaa sida waqtigood oo isku yahay yacni cajaa'ibta dhacayso ilaa saacatan min annahaari yatacaarafuuna way isgaranayaan baynahum iyagu dhexdooda way isgaranayaan taas waxay ku tusinaysaa yacni nigaanshahooda adduunka ay ku nigaadeen ama qabuurta ay ku nigaadeen inayn wax badanba ahaynba qad khasira maalinta waxaa khasaaray alladiina kuwii kadabuu beeniyey biliqaa'i illaahi ilaahay lakulankiisa beeniyey ee khasaaray wamaa kaanuu kuwaas ma ahaanin muhtadiina kuwa hanuunsan ma ahaanin waimaa nuriyannaka haddaan ku tusinayo maxamedow bacda alladii cadaab qaarkii naciduhum aan u jaboohin haddaan ku tusino kuwaan kaasoo horjeeda cadaab bay leeyihiin inta adigu aad joogtid haddaa cadaabkii ku tusino cadaabka aan u ballan qaadnay haddii aan ku tusino oo adigu arkay ku dhaca cadaabkii oo adigu aad sidaa ku ciilbeeshid oo amase natawafayannaka adigu aan ku oofsano intaanan ku tusin cadaabka aan u ballan qaadnay intaanan ku tusin haddaan ku oofsano oo cadaabkii isagoo lagu riday aanad adduunkan ku arkin fa ilaynaa marjicuhum inagay kulliba noo soo noqonayaan oo nebigu waxaa la leeyahay cadaabka iyagu loo yaboohay inuu ku dhacayo inaad aragtid isagoo ku dhacay ood ku farxdid taasi ahamiyad hasiini cadaabkaas inaad goobjoog u ahaatid ahamiyad hasiini maxaa ninka wuxuu jecel yahay cadaawahaaga dhibaatada ku dhacaysa inaad aragtid kolka waxaad nebi maxamed adigu waxaa lagu faray risaalada gaarsi wixii lagu faray gaarsi in nimankaas cadaab ay leeyihiin gaarsi laakiin cadaabkaasi inuu ku dhacay inaad aragtid iyo inaanad arkin ha ku murgi taa ha ku fikirin ilaahay baa ku shaqa leh haddaad aragtidna idinku cadaabi ku dhacayana ahlan wasahlan
haddaanaad arkiinna kulluba inagay noo soo noqdeen waa ku dhaca kolka taa shaqadaada ma aha balir fa ilaynaa marjicuhum inagay noo soo noqonaa uma bacdigeed allaahu ilaahu shahiidun kuku maragawi calaa maa yafcaluuna waxay falayaan marag buu ku yahay isaga ka abaalmarin walikulli ummatin ummad kasta waxaa u sugnaaday rasuulun rasuul faidaa jaa hadii uu yimaado rasuulun rasuulku hadii uu yimaado qulliya waa la xukumaa baynahum dhexdooda bilqisti cadli baa lagu xukumaa ayadan amba aakhira loo jeedaa amba adduunka loo jeedaa labadaba waa lagu fasiraa haddii aakhira tahay waxa weeye walikulli ummatin ummad kasta waxaa u sugnaaday rasuulun rasuul baa u sugnaaday yowma alqiyaama markii la joogo yowma alqiyaama ummad kastaba rasuul bay leedahay loo aanayo rasuul loo aanayo iyadoo loo soo diray bay leedahay maalinta qiyaamo markii dadka maxsharka iskugu yimaado rasuulkooda imaanaya kolka faidaa jaa haddii uu yimaado rasuuluhum ummaddaas rasuulkeedii hadduu yimaado maxsharka isu soo taago oo kolkaa wax la weydiiyo quliya waa la xukumayaa baynahum ummaddaa iyo rasuulkaa dhexdu baa la xukumayaa intii raacday nabiga isaga raacdayna wixii ay mutaysteen baa lagu abaalmarinayaa intii kasoo horjeeday oo diidayna wixii ay mutaysteen baa lagu abaalmarinayaa walikulli ummatin ummad kasta waxaa u sugnaaday yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo rasuulun rasuul baa u sugnaaday oo meesha keenay isagaa maanta markaas noqonayo fakayfa idaa jiinaa min kulli ummatin bishahiidin wajinaa bika calaa haa-ulaai shahiidan ummad kastaba rasuul ku marakacay leedahay faidaa jaa rasuuluhum rasuulkooda hadduu yimaadiyo maalinta qiyaamo oo meesha lasoo taago oo wax la weydiiyey wixii ajiibiyey isagi wixii kala markaa quldiya waa la xukumayaa baynahum ummaddaa dhexdeeda wixii rasuulkaas iyo wixii ajiibay iyo wixii ka hor yimid waa la xukumayaa bilqisdi bilcadli baa lagu xukuminayaa wahum ummadii laa yudlamuuna ludulmin maayo qofna ludulmin maayo kaasi waa macno macnaha kalena waxa wey walikulli ummatin rasuulunta adduunka loo jeeda walikulli ummatin ummad kasto adduunka ku dhaqan waxaa u sugnaatay rasuulun rasuul ummad kasta rasuul bay leedahay fa idaa jaa rasuuluhum rasuulkoodii ay lahaayeen hadduu u yimaado oo xagga rabbi laga soo diro oo xabba raggii xabba xagga rabbi laga soo diro rasuulkaas uu yimaado kolka ee qaarna ay biriniyaan qaarna ay rumeeyaan quldiya waa la xukumaa baynahum iyagoo dhexdoodu bilqisti cadli baa lagu xukumaa rasuulkii iyo intii raacdeen way badbaadayaan intii korta midna waa la halaagaya adduunku saasuu soo ahaan jiray ummad kastaba rasuul bay leedahay ilaahay xaggiisa markii rasuulka lasoo diro u yimaado qaarna way rumaynayaan qaarna waxay ka hor imaanayaan kuwii rumeeyey isagii nabigii iyo kuwii kale adduunku waa la kala xukumaa mu'miniintiina waa la badbaadinayaa iyo nabigoodii iyaguna waa la halaagayaa saasi adduunku kusoo dhisnaa nabi nuux reer caad reer thamuud saasi ahayd marka aad sidaa tiraarid waxaa meesha imaanay isweydiin leh ummad kastaba rasuul baa loo soo diraa laleeyahay oo ummado waxaa jira aan rasuul loo soo diran nimanka leer ahlu fatra waa kuwan xataa qur-aanka oo sheegay litundira quruman maa undira aabaa-um oom aabayaalkooda aan loo digin oo nebiba aan loo soo dirin kolka aayadan waxay leedahay ummad kastaba rasuul bay leedahay aayadaha qaarkood waxaa laga faa'iidaysanayaa in ummaddan rasuul loo soo dirin inay jirto oo kolkaa maaragtay shibir laga oranayo wamaa kunnaa mucadibiina xataa nabcasa rasuula kolka aayadahaasi isu waafaqayaan waxa weye ulujeedada ummad kasta rasuul bay leedahay waxa weye ummad kastoo ilaahay damcay inuu kallifo oo takliif xil la saaro oo damcay ilaahay oo kuwii ka hor yimaadana la halaago kuwa kalena ay badbaadin leh oo damci wey ummadda waa yani waxa u qadaran yani sifadaasa u qadaran ummad kastoo ilaahay oo doonay inuu kallifo
haddaan nabiga loo soo diray mukallaf maba ahaa waxa uu mukallaf ugu yahay waxa uu mukallaf ugu taasi waa saas wey ummad kasto ilaahay oo doono inuu kallifo oo markii la kallifo nabiga loo soo diray inta laaba laga qaado ilaahay oo doono rasuul bay leeyahay mufassirin saasi yaa hadal taas ka mid inta way ku jawaabaan waa macnahaasi waxa weeye ee bushaga waxa iimaanaya markii la yiraahdo way kulli ummatin kuwa adduunka jooga loo jeeda فإذا جاء الرسول ومرسول كل هدو جماد قضي بينهم بالقسط وهم إيه لا يظلمون على ظلم المال لبدا معنى بوحوي يعني واحد فهم هسا أمد كاستبعيني رسول الله هذا أمد أن إمك هديه رسول كوري أو يمت رسول كوري بيمت كل كوحوي والك على حكمين هيا إمسا الهلاغي أو الدلالة دقالك كوها لابسمي ويقولون وحي هذا المتا قور مؤهاني هذا الوعد إن كنتم هداتي نبي محمد وأرجع إيه أنت كرعة سم صادقين كور شاقي أو قف إن بك إذا كور ما دين لا غيا كل كذا جواب النبي جواب الجواب كذا أبحه والجواب قل له النبي محمد لا أملكم ملك ماي لنفسي نفسي ضرا دفع ضر تبع أنت نفسي الأمم ملكي ولا نفعا دفع جلب النفع نفع أسوجيتي نفسي الأمم ملكي إلا ما شاء الله إلا أنت أعضون الله أما إلا ما شاء الله إلا أعضون كائن وأهاننا إلهي بوح أعضون أهانا إكي أهانا أوحوه إستثناء ومنقطع لكن ما شاء الله كائن إلهي بوح أعضون أهانا وقت أعضون أهانا كاسا جرمه عن وحبه شقد هذا ما هوي لكل أمة ومتكستو أدونك أن جوبتو أجلهم أجل كودي أجل أجل بيلي يوصف ناري ومتك استوى أجل بيلي هذا وإلى يقبتي ومتك استوى هلاك متيستيب أجل إلي هذا فإذا جاء هدوي ما هذا أجلهم أجل كود هدوي ما هذا لا يست فلا يستأخرون دبوا دعمايا أجل كي دبوا دعمايا ساعة ساعة دبوا دعمايا ولا يستقدمون من هو مريانه أجل كاس كم هو مريان والله سبحانه وتعالى أعلم. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قل يا نبي محمد أرأيتم بل وغرم له إذن كنوا كذبين إن أتاكم هدو إذن جماد عذاب إلى عذاب يسدو إذن جماد بياتا سقع هدو إذن جماد إذن كنوا هبينك جيفو هردا عبو غين هدو إذن جماد أو نهارا أما ما إن أسو جيدا أو إسدفاع كرتا هدو إذن جماد بل كوى الرمال وإذن كدك دك سنة إيه إلهي أداب كس وقت أو ربو كين كراي هدو هبين إذن كو هرد إذن جماد إما إيه إذن كو أسو جيدا أو شقي سنة هدو إذن جماد بل كوى الرمال ماذا محيبي يستعجلون أي دك دك سنة إيه ماذا محيبي يستعجل اي دك سنيا المجرمون مجرمين من عذاب حقش اي دك سنيا كل وحي وعذاب هدوها مي يبادي هدو مالي ما دقوا عذاب كل وحي وعذاب لب ما يوحك لكم مجران وحي دك سنيا وامحي بالي بل وحي عذاب كدك دك سنيا محيته كل وحي وعذاب كل وحي وعذاب محيك دك دك سنيا بالي إلهي أبودا إيه هردين أوكا إيه سوجيدين أوكا أبودا لكل وقوان دك دك سنية عذاب محيك دك دك سنية وها عذاب كما دعي دك دك سنية من حيثة كل وحي وأسكع عذاب وعدبات وعن إريل بل وحي كدك دك سنية من حيثة إلهي مقتور وقوك ينكر قل له نبي محمد أرأيتم بل ورم إن أتاكم هدو إذن جماد عذاب إلى عذاب كيشي بياتا سقط هدو إذن جماد أو نهارا أما مالين عتدوا إذن يماتوا إذا كنت سوجير ماذا محيبي يستعجل أي دك سنيا منه عذابك حقه المجرمون المجرمين أي دك سنيا بل وها عذابك حقه أي شيء أي دك سنيا شيء عذابك كمتع أو أي دك سنيا محوية كل بوحي وعذاب كل منه ذو وحن علي وحي دك سنيا عذابك وحن علي أما ماذا محيبي يستعجل أي دك سنيا منه من الله إلى حق يكدك دك سنة يان وحي إلى يكدك دك سنة يان وعذاب كل به محيك دك سنة يان
laakiin macnaha hore loo badan yahay. Hadduu yimaado ahumma idaa maa waqaca, ahumma idaa maa waqaca, ahumma idaa maa waqaca, markii oo dhaca kadib, marka uu dhaca cadaabkaas, huwa cadaabka bacda, cadaabkaas marka uu dhaca bacdigeed, miyaa aamantum aad rumaynaysaan wey bihi cadaabkii inuu jiro aad rumaysanaysa, markuu dhacaad rabtaa inaad rumaysa inuu cadaab jiro. waxaan leeyahay waa kana waqtigu imaanay garanmaysaan wixiin waa iska cadaab erinka degdegsanaye, markuu dhacaad rabtaa inaad rumaysataan ila cadaabkii nabi maxamed noo sheegay waa jira, haddaan rumayn hadduu xaq yahay marka inaad saa u rumaysaan miyaad rabtaan bale markuu dhaca kadib. Haddii marka aad rumaynaysaan waxaa laydinku odhanayaa ay aana maxaddaad rumaynaysaa, waqad kuntum idinkoo ahaa tastacjiluuna kuwa degdegsado bihi cadaabka, idinkoo degdegsan jiri maxaddaad rumaynaysaan wey, rumayntaas maxay tari, adduunkan imtixaan baa loo sameeyey, sheyga markuu dhacaan rumaynayaa lama rabo, intuuna dhicin ayaa lagu caqli celinayaa, inuu sheygaas jiro ayaa lagugu caqli celinayaa. Kolku waxaa la rabaa inaad ku qanacdid caqli celiskaas calaamooyinkiisa arrinka siduu u socdo iyo siduu maamulki yahay, markii lagaa dhaadhiciyo waa inaad garataa inuu cadaabka imaanaa, markaas haddaad caqli celiskii wax ku qaadan weyd imtixaanku waxay ku noqonaysaa takliifku bu waxa weeye adigu ilaahay maanta miyaad u jeeda maya, miyaad maqlaysaa maya, waa keyb waxaan dhacayo idin lagu sheegay haddii miyaad u jeeda maya, laakiin waxaa lagu leeyahay inay waxaa jiraan waxaad ku garanaysaa qur-aankana aqri, waxaad kale samaysaa qur-aanka aqrintiis kale maya fiiri waxa jira say wax u socdaa. Kolku waxaa la yidhi ahumma idaa maa waqaca, mu marka uu dhaca kadib cadaabkii iyaad aamantum rumaynaysaan bihi cadaabkii inuu jiro aad rumaynaysaan, oo cadaabkii inuu jiro markaa iyaad leeyihin cadaabkii waa wax jiro. Haddii markaa aad rumaynaysaan waxaa laydin odhanayaa alaana mahad aamantum baa uqadar, alaana aamantum mahaddaad rumaynaysaan, waqad kuntum idinkoo ahaa tastacjiluuna kuwa degdegsado bihi cadaabkaas oo ma jiro leh, waxay u degdegsan yani ma jiro wey, kolkaa waxba laga soo qaadan maayo, cadaabkii waa dhacay bis waxba laga soo qaadan maayo. ثم بعد ذلك قيل وحال أرن للذين كوا ظلموا ظلم فلي وحال أرن ذوقوا الدمية عذاب الخلد وارد عذاب كذر الدمية هل تجزون من أهل إذن أبال مرنية إلا بما شريما كنتم على هذا مرجع دونك أجوبتين تكسبون قوة كسبر على هذا مية وحكا لإذنك أبال مرنية مرجع عذاب كدعا وحال ليه آخر الجوة عذاب كيبور دعي kolka wax kale ma harin, waxaa la odhanayaa duuquu cadaab alkhuldi waarid cadaabkeeda dhadhamiya hal tujzuuna min alidin abaal marinaya ilaa bimaa shay maa kuntum aada haydan marka adduunkaa joogteen tagsiguuna kuwii kasbada aada haydan maa mi wax kale idinku abaal marinaya, bimacnaa markii cadaabka dhaca la leeyahay waa waxaad kalbis kasbatan wey, wayastanbiuunaka way ku war weydiinayaan aday war ku weydiinayaa nabi maxamedow kuwii mukadibiinta ah, wax ka dambe u war weydiinaya maxay leeyihiin axaqun maxaqba huwa cadaabka, cadaabka sidaa loogu hanjibay sidaa loo sheegaya ma wax jiraa nabi maxamedow, waa ka jir waxa sidaa aada u balbalaarinay sidaad u sheegaysa ee sidaas ugu hanjibay sidaa dhibaatada badan leh ma wax jiraa, saasay leeyihiin wayastanbiuunaka way ku bar weydiinayaan kuwii mukadibiinta ah nabi maxamedow maxay leeyihiin axaqun maxaqba huwa cadaabka, cadaabkan laga yaabiyo oo sidaan ee maxaqba, hadday ku yidhaahdaan qul dheh nabi maxamedow ii haadhe ii bimacnaa haaw ii haadhe nacam dheh wuu jiraa xaq weyn usoo gaabi hadalkaa ku badan qul dheh nabi maxamedow huwa cadaabkan ii haa bimacnaa nacam waa jiraa, haddana weliba jawaabkii waa lasii adkeeyey
ورabbi ربكي أن كُلَّارتي إنه عذابك الحق ومتحقة كل كور اللي يروح عليه ها ربكي أن كُلَّارتي وحق هذا مقدر ورabbi ربكي أن كُلَّارتي إنه عذابك الحق حق ومتجرة جريتان كذا لقى مارمان وما أنتم إذا كنتم متهدين بمعجزين كم إله عجز قليل أو سنصوق بن كريم أو وحي المتلسين كأبال مرن كريم متهدين بالليل وحق إله إنك مفكر كرتان وما أنتم إذا كنتم متهدين بمعجزين كم إله عجز قليل أو سنصوق بن كريم أما وحي المتلسين كأبال مرن كريم متهدين بالليل عذابكم وإيمانكم مركوي مهدو وحق وي أذاب كبير لهذا الآية ولو أن لكل نفس نفك استهدو أسغناد نفس أسوى ظلمة ظلم الفتي ظلم الفشي هدو أسغناد ما شيء في الأرض أرض ذو كسغن لما أنت هدو أسغناد لفتدد وإسكفر لهد به ما قلت إسكفر لهد عذاب إسكفر لهد عذاب كاسورت ولب يرعون إيماني إذن كن إلهي معجزك لنكرتان كم فكن كرتان عذاب كاسن مركو يمادو مت إذن كمت أحدي وحا أرضه يالو خيرات إلى وقال النبي آدم لغا بالله إلى يوم القيامة لغا قاري وحا خيرات أو يالو أو ذهب أما خيرات كلا انتاس أو إذل أدون كاس بوحا خيرات كيسو إذل هدي هل نفق سقناتو أو نفق ليت أي يالتو وعذاب كاسن أي أركتو وحا أرضه إلهي أنت أنا أدري إيجو فرو أذاك إيجو بدبادي يارن لي يعني محل وجهه كوكا وحجوابك وياي وأنت سو إدري بلغة مرة بع وحك سهل بلوغيدي ما أنت يا وحك فلا وح أشيء يصير إدري ب قيمة إدري الحين ما أنت ما أركتي أدوين كان يو كلمي تذكر أدوين كلمي شيء أدوين وهم قلتها dadk waxa khayr ka seejinay xaqiiqda inay fahmaan seejinay oo caraanka ku guray waxa weey adduunida weey adduunida aragtideedu ay ka qabaan kolka aakhira marka la tago adduunki ay u halgamayeen dartiis ay ku seegeen jannada dartiis ay ku seegeen xaqda inay raacaan adduunkaas kulligi hadii hal qof la siiyo oo caraankan uu arkay intuu dhiibo oran lahaa إذا إلهي عذابك إذا بدبار أنت عليك قال يا وحكف عليه وحكف عليه وحالير أنت إن وحك يربن كويدي سني عن دب عليه إن أتلا هذا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أو سيدي أتكو صعوت أنت سلوك ويدشتي وحانو إذا يا وحكف عليه ما بي يالن كرت نفسه لكن لو هدي أي يالك وأسكو فرم له يدوي أدوي ذي قيمة المقاطع وقرنية قيمة إلينا اللي ساسة الله سنية عذاب كاس إذن كعدد جسين إنسان هدي أو يماد ونهلنا في إله أدونك خيرات يالو إذن وليرا عذاب كاس قال وعرنا إله إنت سيقا عذاب إيقا بدبادي بورنا سانس ورنا يعني أرنت وحل تسني أدوني قيمة يسد أيتها إلهي دائما وحل متسني أدون كان إنا أسكجر إنا القيمة له بالرئة وحكفلة وحل وحل ترامجر كل عذابك واسد عسالير عذابك إذنك أدي لي مروح محقبة وإيمانة وهدب إذنك إنه مو بحسن كرتان عذابك نسوي أكلية هدي أنت سوي ذي الأضحى شتان وأشكفر الله إذا بالي ولو أن لكل نفس نفك استبدل لما قدر المفتش ما شيء دوس على في الأرض على الكسوف لفتدت وأشكفر الله به شيء قص لكن يا كيال عذابك جس كفر الله وأسروا ويسر يستان لم يركوا عمرنا كل النفس كل جمع بلغ فهمها وأسروا ذلك أصحاب النفوس تأه ويسر يستان الندامة وممر يسر يستان لما رأوا مركي أركين العذاب عذاب في أركين مركي عذاب في أركين فكر بها لغضة هذا مركي أركين عذاب في جهنم مش لكينا كل قاسة حق يد الله كحينا مركي عذاب في أركان أنت كل رسول الله وراء هذا لكن عذاب في مركي أركان وممرور ويسر يسنعي بمعنى أهين توذي عباشي ذوذي وحي عدل ويدمانيس شبوي
وكو أسروه ويسر إستين كوي العذاب أن ندامة قومهم ويسر إستين ما هيك قومهم يعني على فعلهم في الدنيا وعلى ظلمهم في الدنيا هيك قومهم يعني قوم مري أي كقبين الله محن يجي الله محن سأجيرني فعل كوري قوم أي كقوم مونيا مركز شبوي ويسري سنيا مرك على الباركة فركا مركز ساس أكل النواته وقل لي أول حكومي بينهم بين هؤلاء الظالمين لكل نفس ظلمت سومها ظالمين تنهد أول حكومي بين الظالمين والمظلومين يا الحكومي بالقسط عدل بالو حكومي يجي بالحدود إحنا نفسه وإسنو المنجرة وإسنعجرة وإسنو سمينجرة وإسنو الحكومية وهم يقول لا يظلمون هذا الظلم من مالك